عن موضوع الاتفاقية اللي وقعناها مع اليونسكو. هذا موضوع هام جدا 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 جدا، وقد يكون حدث تاريخي فيما يخص مستقبل الأمة العربية. فخلينا بس نسمع عن المشروع وما هو الهدف منه وين صرنا وين راح نصير. السلام عليكم للجميع، بس تسمحوا لي أعرف عن حالي اللي ما بعرفني، لأنه جزء أنا أول سنة في المجمع، هم سندانات المدير التنفيذي المجمع العربي للإدارة والمعرفة. زي ما تفضل الأستاذ طلال، المشروع هو عبارة عن اتفاقية ثلاثية الأطراف تجمع منظمة اليونسكو على جهة، مجمع طلال أبوغزالي والمجمع العربي للإدارة والمعرفة على جهة أخرى باعتباره جمعية غير ربحية تسعى لنشر المعرفة وإقامة مجتمعات معرفية في المنطقة العربية. وهذا هو كان الإطار العام اللي بتهدف له الاتفاقية بأطرافها الثلاثة، إقامة مجتمعات معرفية من خلال تنفيذ عدد من المشاريع في المنطقة العربية. كان أولها إقامة داتابيز أو قاعدة بيانات أمريكية إلكترونية، هي تعتبر الأولى زي من نوعها في العالم زي ما تفضل الدكتور طلال، لأنه كان في محاولات سابقة وتعثرت، فإحنا إن شاء الله يعني ماشيين على خطة صحيحة ضمن خطة عمل متفق عليها إحنا الأطراف الثلاثة. هدف هاي القاعدة جمع المعلومات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها في عدد من المجالات، وأهمها مجال التعليم أو ما يسمى بالRCT Indicators in Education، بمعنى بدنا نشوف قديش إحنا عم نتطور في مجال التكنولوجيا وتدخيلها في مجالات التعليم من حيث البنية التحتية للتعليم الإلكتروني في الدول العربية، قديش عدد الكمبيوترات الموجودة في المنطقة العربية، قديش نسبة الطلاب اللي بيستخدموا الكمبيوترات لعدد الكمبيوترات الموجودة، الهيئات التدريسية سواء كانت في الجامعات الخاصة أو العامة أو حتى على صعيد الجامعات، قديش عدد الكليات والجامعات المربوطة بخدمات الإنترنت، قديش عدد الإنترنت لابز الموجودة في المنطقة العربية. المشروع طموح جدا، وبالتالي هو يتم تقسيمه على عدد من المراحل. المرحلة الأولى أخذنا فيها عدد من الدول كبايلوت بروجكت، بلشنا في عدد من الدول اللي احنا بنعرف انه هي تسعى بخطى حديثة لتطبيق تكنولوجيا المعلومات في التعليم، على رأسها كان الأردن والخليج العربي، حتى فلسطين، وهي فلسطين الدول الرائدة في هذا المجال حتى في مجال الإحصاءات. ومن ثم قررنا أن احنا نركز على التعليم في البداية الأولى لأهمية التعليم في بناء مجتمعات المعرفة وتطوير المجتمعات العربية. المرحلة الأولى راح تتضمن تدريب وتطوير الكفاءات العربية اللي راح تقوم على البحث عن هاي الإحصاءات وإعدادها، وبالتالي أتوقع صوت الله لم يتم الاتفاق، لكن الفكرة الأولى أن يكون عندنا الدورة التدريبية الأولى بالتعاون مع اليونسكو هي في عمان في مطلع العام القادم 2011 إن شاء الله، ومن هناك إحنا راح ننطلق. من جهتنا إحنا أقمنا الداتابيس سيت أب أو السوفتوير الكامل، راح يكون موجود إلكترونياً ومتاح للكل إنه يطلع عليه. المعلومات هي راح تكون free of charge، هي فقط معلومات نيوميريكال راح تكون إحصائية، ما في أي تعليق عليها. غايتنا احنا بس تقديم معلومات، انما قد يكون في مراحل لاحقة اعداد تقارير مكتوبة، هذا كله بالاتفاق مع اليونسكو. الموضوع حتى نعطيكم خلفية، هو بدأ في حوار بيني وبين رئيس او مدير عام اليونسكو حول كيف نقدر احنا نساعدهم او نتعاون معهم في الوصول إلى حقائق عن indicators، مش التي تصدرها كل دولة عن نفسها. indicators يكون فيها مصداقية، ومن خلال هاي indicators يستطيع صانع القرار أن يطور بتنافسيته. وكانت فكرة أن عندهم أن يصدر تقرير سنوي، مش تقرير development of human resources، شو اسمه تقرير الـ UNDP؟ التنمية البشرية. فاستطعت أن أقنعهم بأننا نحن نتكلم عن عالم المعرفة، فخلينا نتصرف معرفيا. باي تعمل اللي أنت بتعمل التقرير وتوديه للمطبعة وتوزعه، تكون كل المعلومات تغيرت. فطرحت أن يكون التقرير ويب بيست، ما فيش
له موعد، يعني يكون دايناميك وبتغير يوميا حسب التغيرات، واذا بدك شيء بتنزله اونلاين بالوقت اللي بدك اياه، بحيث ان نكون ماشيين مش من سنه لسنه بس من يوم ليوم كيف ماشي الامور، وليس فقط العالم عم يمشي بسرعه خياليه. فاذا بنعرف مثلا انه نسبه زياده مستخدمي الانترنت في الوطن العربي من 2000 الى 2008 زادت 1000 مره 1000%، يعني العالم نسبه العالم الدخول على الانترنت 200% بالافرج روت ان اكسس الوطن العربي 1000%. ففي سرعه خياليه في التحول في مجتمع المعرفه العربي. فاللي احنا بدنا نعمله الان هو مجموعه من الانديكيتورز، انت كان هون وزعتيهم شيء ولا لا؟ مجموعة من الانديكيتورز اللي راح تكون بهدفها الأساسي، أن تغطي جوانب المعرفة وليس فقط الإنترنت، يعني ريليتد لمجتمع المعرفة كله، خصوصا موضوع التعليم. يعني تركيزنا في الدرجة الأولى على التعليم لأنه هو أساس كل شيء. أنا بحب إنك تكتبي، احنا فينا نبتدي صلاة 10:30 قانونا، الناس نظامية. فأنا بحب إنه توزعي على الأعضاء نبدأ عن المشروع. وهذا الموضوع اللي بتحكي عنه أنت بدنا نطوره قبل ما ندخل في ما حكينا بالنسبة للاجتماع السابق عن الملكية الفكرية. هذا حدث جديد ومهم جدا، فأنا أعتقد أنه يستحق أعقد مؤتمر بعد الكورس. أول شيء راح يصير تريننج كورس وحندعي عليه المسؤولين والعاملين في هذا المجال بالتنظيم مع اليونسكو، اتفقنا أن نعقده في مصر كما قلت في مصر. بعد هذا أنا أقترح أن نتحضر إلى مؤتمر تحت عنوان مؤتمر مجتمع المعرفة العربي، وكمان ممكن أن ننظمه مع اليونسكو. الحمد لله إحنا أنا تعاون جيد مع اليونسكو وإدارتها إيجابية جدا في تحقيق أهداف اليونسكو. دعوة للمجمع العربي لإدارة المعرفة للمشاركة في مؤتمر عالمي حول ذات المعرفة تحت ما يسمى بالإنترناشونال نولج مانجمنت سوسايتيز، اللي هو بيتم عقده كل سنة في دولة مختلفة. وفي 2011 تجمع اللجنة المنظمة على عقده في الأردن، وبالتالي تم توجيه دعوة للمجمع العربي ليتم عقد المؤتمر بالتعاون مع الموضوع، وبالتالي ممكن ندرسه بحيث انه يكون يعني في جزء خاص تتعلق في يعني احنا نقول انه خلينا نقول انه هذا المؤتمر يكون مناسبة لإطلاق المشروع، لإطلاقه إعلاميا ومعرفيا، بس يعني اللي هو قصدي الاوتريتش للدول والشركات وللافراد وللمجتمع ككل. احنا على فضل سيدي.